ورجعنا لكم تاني والستات ما بيعرفوش يطبخوا. فقرتنا الاخيره في حلقه النهارده ومعانا فاطمه من القاهره هتعمل لنا سمك بالبطاطس. اهلا يا فاطمه. اهلا بحضرتك، نرحب بيكي يا فاطمه منوره. معانا استاذه هند رشاد طبعا هند منورانا برضه. ربنا يخليكم يا رب. فاطمه انت بتحبي الطبيخ وبتطبخي من زمان؟ يعني مش من زمان، عندها 18 سنه. عندي 18 سنه 15 مثلا. لا يعني مش من زمان قوي. طب قولي لنا مين اللي علمك الطبيخ؟ مامي؟ هي عشان اصلا ماما اصلا اسكندرانيه ففي السمك بتبقى يبقى صينيه السمك هتبقى روعه. ادينا المقادير بقى كده. الاول هنعمل صينيه سمك بطاطس وبالبطاطس والكرفس. مقادير: نص كيلو سمك فيليه، نص كيلو بطاطس ترانشات، وحبايه جزر مبشوره، وبصله واحده شرايح، معلقتين ثوم مفروم، معلقه كمون، واربع ليمونات معصورين، ثلاث معالق شبت، ثلاث معالق كرفس، فلفل احمر شرايح، ملح وفلفل، معلقتين زيت، كوبايه ميه. والاحسن هو يبقى مع السمك فيليه رز ابيض، بلاش رز احمر. رز ابيض. ورينا بقى تعملي ايه. طبعا انتوا واخدين بالكم ان فاطمه لبست الجوانتي، لان طبعا السمك والثوم والبتاع عايز شغل البيت بقى. عشان اولا نحطهم كلهم مع بعض. اعتقد اهم مكون في ده الكرفس، هو ده اللي بيدي الطعم. كرفس وشبت. ده شبت وادي البصل. طبعا اي سمك ثوم وكمون طبعا، يعني مادام ثوم وكمون يبقى والليمون يبقى السمك اشتغل كده. انت بتحطي كده كل الخضروات على بعض دي؟ بحط كله على بعض، والثوم اهو، والثوم كمان. مش لازم ثوم كتير يعني. انا اجيب لك حاجه تقلبي بيها معلقه ومفيش. ماشي. وادي الكمون عشان انا لو حبيت بس برضو اقلب ولا اعمل اي منظر كده. اتفضلي. على العموم انا اتعزمت عندكم هنا على الفته بتاعت اميره، فيعني انا هعزمك على الفته في البيت. انا عملتها هنا خلاص، مش هنعملها خلاص. طب وانت يا هند مش هتطبخي لنا حاجه مره ولا؟ هطبخ لكم مره. طب دلوقتي يا فاطمه، ما شاء الله فاطمه حطت كل حاجه على بعض، الشبت والكرفس والفلفل الاحمر، جزر والليمون وشويه ثوم، وحطت زيت وملح وفلفل. زيت زيتون. قلبي بقى، يلا قلبي كلهم مع بعض. فاطمه زيت زيتون ولا عادي؟ لا زيت عادي. مش واخده بالك دي خلطه خضار رهيبه بقى، يعني مع السمك طبعا تبقى اختراع محترم جدا. هند قولي لنا انت بتعملي ايه حلو بقى، اتعلمتي من استاذه فريده ايه بقى في المطبخ؟ بصي مامي بتعمل الفته حلوه قوي، يعني زي ما احنا اتكلمنا عشان احنا الفلاحين في يوم جايين بالفته بتاعتهم من البلد. طيب وانتي اتعلمتي ايه منها؟ انا بس الاول نص الفته دي احطها مع البطاطس. الفته الصح تمام، هتبلها مع البطاطس، والنص التاني مع السمك. يا بنات بالفراخ والزبادي. الله دي جميله. هي أيوة. دي اللي انا اتعلمتها من دلوقتي. مامي علمتني الفته الثانيه، الفته تمام. اللحمه. اوكي خلينا نبص مع فاطمه. فاطمه قالت ان نص الخلطه دي هتتبل بيها البطاطس، ونص الخلطه دي هتتبل بيها السمك. وفاطمه صوتها واطي قوي جدا، وغالبا ال 18 سنه وجنب اميره بقى. انا كنت ناوي اسكت، لقيت صوتها مش طالع، فقلت يعني ادعم اهو. في الاول هنحط البطاطس الاول تحت خالص قبل السمك. لا يسكت والله. افتن لكم اميره قبل الفاصل بتقول ايه، عارف الاطفال اللي هم اخر حصه في المدرسه بيقولوا مروح خلاص وكده، بتقول اخر خلاص هنروح. ها بعد كده هنحط السمك من غير ما نتبله. لا هي لا ما خلاص هي متبله الخضار. مفيش مشكله. وهتحط واضح انه هتحط رق تاني بقيه الخضار ده من فوق، فالتتبيله هتنزل من على السمك من فوق. خلاص تتظبط نفسها. ولو ان انا شخصيا لو بعمل الاكله دي لازم اتبل السمك. وانا كمان توم على كمون على انا كده انا هبشتكنات دي لازم يعني. انا اتبسطت جدا امبارح يا اميره وانت بتتكلمي. انا احب الاكل المظبوط واحب الاكل المعمول صح. انا كده مظبوط يا استاذه. انت عايزه تحط فلفل اسود حصى على اللازانيا. دلوقتي فاطمه يا جماعه انا ماشي افكر في الموضوع ده، قلت صعب. فاطمه حطت الخضار. بصوا يا بنات، فاطمه حطت الخضار فوق السمك، وهترجع تحط رق تاني من البطاطس. انا عايزه اقول لك يا منى ان انا بشتري بشتري الفلفل الحصى ده اكتر من الفلفل الناعم. واي حاجه بعملها اي حاجه بعملها كومه كده قد ايدي بس ما نبلعهوش لانه كتره مؤثر على الكبد جدا. انا بحبه جدا ويتندغ ويبقى فظيع. يا نهار ابيض. والاخضر طري بقى واوعى. خلينا بقى استنى اما نشوف كده. اوكي دي هنحطها في الفرن. تمام. هنحطها في الفرن لمده قد ايه؟ مدة من 20 ل 25 دقيقة. من 20 ل 25 دقيقة. شاملين الجزر واحنا جايين. وعلى درجة حرارة قد ايه؟ يعني مش عالية قوي ولا واطية. على درجة حرارة متوسطة. تمام. طب احنا هنطلع بقى دلوقتي اللي ايه؟ الرز. احنا هنطلع الجزر. فاطمة بتقدمي معاها، هتقدمي معاها رز ابيض؟ رز ابيض. ادي هي عاملة رز ابيض. رز بسمتي ابيض. بس الرز الاسكندراني برضو بتاعك. اوكي. هنطلع الطبق.
ملوش حل يعني. اهو اهو. انا احب الاكله دي بقى كمان مع الرز البسمتي اللي بالكركم لصق. ادي كده ده بيبقى شكل الوجبه لما بتخلص. الرز وهو سمك اهو نحطه هنا. تعالي يا فاطمه. والفوائد في الخضره دي الكزبره والشبت يا جماعه اللي يحب يحط مع الاكله دي قرن فلفل حامي سليم في وسط صينيه البطاطس هتبقى 100 100. ايوه يا استاذه. ايوه يا استاذه. ايوه كده. تسلم ايديك يا فاطمه. احنا كده وقتنا خلص. لسه عندنا شويه وقت. انت بتدرسي ايه يا فاطمه؟ انا في ثالثه ثانوي. ادبي ولا علمي؟ لا ادبي. وانت بتحبي تدخلي المطبخ؟ يعني انا يعني ما شاء الله الله اكبر. انا بحب البنات اللي تدخل المطبخ من سن صغير. بمناسبه البنات قولي لنا انت يعني مريم بتدخل المطبخ. مريم عندها كام سنه دلوقتي؟ مريم يعني 16. لا كبيره مدموزيل يعني. مدموزيل شابه ما شاء الله عليها ربنا يسعدها. الاكله دي طبعا يا جماعه برضو عشان نبقى احنا عارفين الاكله دي اكله صيامي لكل اصدقاء اخواتنا المصريين الصايمين طبعا السمك. وانا معاهم في الحكايه دي. صيامي بالزيت ده هي وجبه فظيعه جدا يعني. عايزه اقول لك عايزه اسال هند. هي مريم اتعلمت من ديده بقى فريده؟ لا 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 فريده ولا لا لا مريم مريم ما بتعملش اكل كده ما تطبخش يعني. تعمل حلويات. تعمل حلويات بس. تعملي حلويات يا فاطمه؟ طب عايزينها يوم تعمل لنا حاجه حلوه. هي عملت لكم تخليها تيجي تعمل مره ثانيه. بتعمل كيكه بصراحه جديده وغريبه جدا. بتعمل حاجه اسمها رينبو كيك. بصي انا عايزاها تعملها في البيت وتجيبها لنا ناكلها على طول. مش لسه هنعمل هنا اللي يعني اللي هي فيها كل الوان الرينبو. كل الالوان من جوه. ما اعرفش بتعملها ازاي بس يعني انا مره كنت قاعده ولقيتها جايبه لي مامي دوقي. قلت لها ايه ده ايه ده الالوان دي؟ قالت لي بس دوقي دوقي. لقيت حته زرقاء وحته حمراء وحته صفراء بس حلوه. شوف محمود صينيه السمك دي انا اقدر احط معاها سمك ايه بدل الفيليه ده؟ بوري. احط ايه؟ اروس. احط سلمون. ممكن سلمون. فيش لوت. ممكن لوت. اللي بيبقى جزل كده. بس مع لوت بقى هيفضل الرز يبقى احمر. رز سمك مش رز ابيض. شيف محمود بيقول ممكن نحط سلمون. طب احنا وقتنا خلص. بنشكر فاطمه وميرسي يا فاطمه على الوجبه دي. وبنشكر طبعا هند اللي نورتنا. عايزين المره الجايه تيجي تقفي معانا في المطبخ ان شاء الله باذن الله. انا بشكركم على حسن الاستضافه والله العظيم يعني الوقت عدى كده زي ما بيقولوا. القعده جميله والصحبه جميله وان شاء الله باذن الله باذن الله دايما من تقدم لتقدم اكبر. نورتي استشهاد ما فيش يكذبوا. وان شاء الله هيكون لقائنا بحلقه جديده. واستشهاد ما فيش يكذبوا. يلا حلقتنا خلصت هنروح.